شوف نهضروا الحقيقة، الاستقدامات اندارت شوية عشوائيا حقيقة، ما نكذبوش على روحنا، لأن كما يقول لك ما كانش فيه طاقم فني موجود. المدرب عمراني كان عنده بعض المشاكل، لهذا ما تمكنش باش يخوض هذه الأشياء هذه تاع الريكروتمون. لكن أنا نظن باللي اللاعبين اللي راهم يكونوا المجموعة، جل اللاعبين قاعدين راهم نعرفهم وعندهم إمكانيات، دوك كما قلت لك لازم نعرفوا كيفاش نوظفوهم. في لاعبين استقدمناهم هذا الموسم وكانوا بعض اللاعبين بقاو العام فات، وحتى وقع اشكال في الاجازات لان كان فيه قريب 37 لاعب. المدرب عمراني يفرح بعض اللاعبين بعد المجيء تاعه، لكن راهم باقيين لاعبين واحد اخرين، دونك لازم علينا نعرفوا كيفاش نوظفوهم. انا نعرف بيرسونال مشجو ونعرف كاع الكاليتي تاعهم، دونك بالعمل ان شاء الله نقدر نوصل الفريق هذا لبر الامان. وانا اعيد الانصار باننا سنوظف كل سنقوم بكل المجهودات اللازمه لكي الفريق يعود لاستكاد الانتصارات، بدايه من المباراه المقبله يوم الجمعه ضد نجم مغرى، اللي تبقى مقابله صعبه بما ان الفريق انهزم في المقابله الماضيه، والكل يعلم بلي الفريق تنقل ب 13 لاعب. دونك الان نظن باللي الاجازات تاع اللاعبين راهي كل واجده، وان شاء الله نسيو نديروا الفريق المناسب لي باش ان شاء الله تكون انطلاقه من بدايه الاسبوع المقبل.